طبعا مشاهدينا، احنا من قلب الحدث في برنامج سيدتي نستعرض معاكم أتلانتس في دبي وأجواء الاحتفالات في دبي. هذه الأجواء الرائعة جدا، أنا صراحة حاسة نفسي راح أبكي لأني موجودة في البرنامج، ودي أكون موجودة هناك. فعلا دبي لما اختاروها دبي تكون تستقبل إكسبو 2020 ما كان هذا الاختيار من فراغ. نشوف الاحتفالات العظيمة وكل الناس اللي جت وحضرت في دبي، فعلا دبي تستاهل. رحنا راح نكمل مشاهدينا نستعرض الحين معاكم أهم الإنجازات في 2013، وخاصة الإنجازات اللي تخص المرأة السعودية اللي راح نتعرف عليها أكثر مع زميلاتي خلود وجيهان في جدة. إليكم يا حلوات. حلوات والله، انت الحلوه، شكرا لك يا هدى. بس انت زعلانه وتبغي تبكي انك انت في دبي وفي في ابو ظبي وفي قلب الحدث، وزعلانه انك انت موجوده في الاستوديو. احنا ايش نقول؟ انت في ابو ظبي، احنا في السعوديه. ما هي المشكله يا خلود انه انت موجوده في الامارات بس ما تقدري تروحين؟ انا موجوده في الامارات بس ما اقدر. هي بالضبط. لا تقدري، حتخلصي الساعه 8 وتروح. ايوه انت حتخلصي وحتروحي، يعني المنظر لوحده كان فظيع ورائع. خلود كمان الالعاب الناريه بيسكرون مدخل جزيره النخله على الساعة 9، راح يتم تسكير جزيرة النخلة وفقط السيارات اللي مصرح لها أنها تدخل. من أمس وأول أمس الناس ماخذين تصاريح للسيارات، لأن بعد الساعة 9 راح يتسكر مدخل النخلة، لأن زارعين في البيوت في جزيرة النخلة بين كل بيت وبيت حاطين ألعاب نارية، واللي هي راح تولع النخلة الليلة. معلش معلش، أنا حابة أقول لها شيء، يصير فعلا كذا لازم تبكي. ابكي يا هدى. لا لا، انت ما انت ماخذه تصريح اصلا؟ لا اوريدي في تصريح بس ما راح يمديني الحق قبل الساعه 9. اذا زي ما قالت زميلتنا جيهان، ابكي يا هدى، زي ما احنا بعد الحلقه حنبكي حنصوت. لا لا ان شاء الله الفرحه موجوده في القلب ان شاء الله. وزي ما قلتي احنا عندنا فقره بتتحدث عن تصويت صار في موقع سيدتي نت. مشاهدين، اختار موقع سيدتي نت 10 فوتوغرافيات سعوديات ضمن تصويت سنوي لعام 2013. القائمة شملت أعمار متفاوتة وخبرات متفاوتة في عالم التصوير من مناطق مختلفة في المملكة. تقرير، ثم نعود لبدء الحوار، نشوفه سوا. أنامل ناعمة خلف العدسات. تاريخ المصورات في المملكة ليس حديث العهد، بل ابتدأ منذ أكثر من 20 عاماً، عندما دخلت المصورة سوزان بعقيل هذا العالم وغادرت المملكة لتدرس فن التصوير الفوتوغرافي بكلية ميامي رايد بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت عام 1983 حاملة شهادة الدبلوم، مبتدئة مسيرة 25 عاماً من التألق حققت فيها إنجازات كثيرة، فقد نالت 16 جائزة في فن البورتري وفن التصوير منذ عام 1985. كذلك برزت أسماء أخرى في السنوات العشر الماضية كالمصورة ميامين الحمود التي نشرت تجاربها الفوتوغرافية في بعض المواقع والمنتديات. هي التي تفضل تصوير اللاندسكيب والبورتري في الوقت الحالي. المصورة سوزان اسكندر عضوة في الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي، وتنقلت عدسة اسكندر بين أرجاء عديدة من العالم، ابتداء من جنوب أفريقيا وحتى ألمانيا وسويسرا، ومن مصر إلى الأردن وغيرها. وقد عرضت من أرض السعودية تجربة رائعة في التصوير الجوي لمعالم جغرافية المملكة، وخصت بالصور مكة المكرمة والحرم النبوي بلقطات ذات أبعاد ساحرة للأماكن المقدسة. لينا سنبل حاصلة على بكالوريوس فنون إسلامية وماجستير تصوير فوتوغرافي، وحالياً تترأس لجنة التصوير الفوتوغرافي الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وقد شاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية. وتعد المصورة الفوتوغرافية السعودية عزيزة القرني من المصورات البارعات في التعامل مع العدسة ونقل الحياة بزوايا مختلفة، ورصدت الفنانة من خلال صورها جوانباً من التراث العسيري خاصة والسعودي عامة، وقد اختيرت لوحة لها لتعرض
المعلق في جميع سفارات السعودية. هند سعد شاركت في معرض الأيام الثقافية السعودية باليونسكو باريس وفازت بالمركز الرابع في مسابقة ملتقى ألوان السعودية للتصوير الضوئي عام 2012 الذي اختتمت فعاليته بمشاركة أكثر من 1000 مصور بأكثر من 3000 صورة، وذلك في محور وجوه سعودية عن صورتها الفوتوغرافية التي تم التقاطها من قرية أهل الجنوب في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجندرية عام 1433. المصورة نجاء عنقاوي حصلت مؤخرا على لقب فنان عالمي لتمايزها اللافت في عالم التصوير الاحترافي. منال دباغ أول مصورة رياضية خليجية غطت كأس العالم في جنوب أفريقيا، وهي أول مصورة صحفية وامرأة سعودية تدخل ملاعب كرة القدم السعودية خلال قيامها بتغطية فعاليات بطولة أبها الدولية. لميا الرميح لمع اسمها في عالم التصوير الفوتوغرافي، فكانت باللقطات البسيطة ذات بصمة جميلة، فذاع صيتها في أنحاء المعمورة كمصورة محترفة مبدعة، وتهافتت عليها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة حتى حلقت في أجواء التصوير، حتى قامت مؤخراً بإنشاء موقعاً خاصاً بها لتنثر فيه إبداعاتها وتتواصل عبر هذا الموقع مع محبي التصوير الفوتوغرافي. وقد شاركت المصورة لمياء في معارض فنية مشتركة ومسابقات فوتوغرافية محلياً ودولياً عديدة. وتحرص المصورة الفوتوغرافية غادة معتصم الصحصاح على صقل خبراتها وتطوير ذاتها بكل ما هو جديد في مجال التصوير الفوتوغرافي، إيماناً منها باستحالة تحقيق أي تقدم بلا تطوير. وعلى الرغم من المعوقات التي تحد من حريتها كمصورة فوتوغرافية، فقد افتتحت غادة الصحصاح مركز لها في جدة. سيدات سعوديات احترفن مهنة التصوير الضوئي، اختارتهن لجنة سيدتي لدخول التصويت، فساعدوا المصورة التي ترونها الأكثر احترافاً للفوز. الأكثر احترافاً. مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا المتميزة الأستاذة سوزان إسكندر والتي نحاورها في هذه الفقرة عن احتراف السعوديات لفن التصوير. أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. أهلا، أنتم طيبين والعالم جميعا إن شاء الله بخير، وأشكركم لاستضافتي في برنامج سيدتي. شرف لينا إحنا، شرف لينا. أستاذة سوزان، خليني في البداية أسألك عن رأيك عن التصويت اللي قامت بمجلة سيدتي مؤخرا. بصراحة أنا يعني ما جاني خبر فيه إلا قبل أمس، أول تمس بالليل تفاجأت زميلاتي أصدقائي وعلى الجروب وهذا في الفيس إنه بيتكلموا، فدخلت وتابعت ولقيت حاجة جميلة إنه سيدتي تبادر في الأشياء هذه الرائعة لبناتنا شاباتنا، يعني في كثير منهم يعني عندهم هواية، لأنه الهواية في التصوير قبل التعليم. صحيح صحيح. طيب حضرتك ذكرتي أنه في دحين فتيات ظهروا مؤخرا، لكن هذا الموضوع ما كان موجود أكثر، يعني كان موجود بهذا الكمية وهذا الحجم، أنه كان في بنات كثير مقبلات على العمل في مجال الفوتوغرافيا أو كفوتوغرافيات. إيش العوائق كانت عن هذا الموضوع؟ زمان يمكن قبل 10 سنين كان موضوع المصورة الفوتوغرافية عيب، وما في حرام. حرام صح كان حرام، يمكن لا بس يمكن كمان فكرتهم انه السيدات كانت يعني لا تبلي تصور، العمل كله حرام. إيه. السيدات كلها تصور، يعني التصوير هذا مش مهنه تعتبر عندهم. على انه حاليا صار كثير منهم صارت الصوره الفوتوغرافيه عندهم هذه حاجه. طب ايش التغيير اللي صار، ايش التحول اللي صار، انه صار في اقبال وصار في بنات؟ بصراحه في دعم، ما بتصير زي كده المسابقات، الدورات خلت مجال للفتيات انه يدخلوا يقووا هوايتهم بالصوره. طيب استاذ زان، يعني انت الى الان بتتكلمي بتقولي انه يدخلوا ياخذوا دورات يقووا هواياتهم، يعني إلى الآن هل نقدر نقول إنه الفتاة السعودية أو المصورة السعودية لم تصل إلى درجة الاحتراف؟ هل نقدر نقول إن هم محترفات؟ لا، في كثير منهم محترفات، وبالعكس إنه يكونوا أخذوا الدورات وواصلوا. وأنا في حضرتك أنت بنفسك بتعطي دورات. أيوة. تقدر يعني أنت خير من يقيم. تقدر تقولي على واحدة أو كثير من المصورات إنهم فعلاً محترفات؟ أي في إيه؟ وفي كانوا أخذوا دورات عندي وما شاء الله يعني وصلوا للاحترافية. دخلوا معك التصوير؟
لا والله بالعكس، يعني انا يعني احب انه كلنا ننجح وكلنا ان شاء الله نكون في المركز الاول، مش شرط يعني. صح. نحن يعني اهم حاجه انه في مبادره بهذا الشيء اللي حصل وجميل، وادت تشوق للمصورات انه تشجع، وتلاقي السنه الجايه حيكون مش 10، تلاقي يمكن في 20 مصوره سعوديه. والله صح كلامك يعني استاذه سوزان، لانه احنا كمان في حلقه لنا جيهان كانت من قبل كم يوم، كان عندنا مصورات فوتوغرافيات شابات صغار جدا، وعملوا صوروا في مدينه في حي الرويس، صوروا فيه، كانت صور ناجحه جدا. فالبنات يمكن منتظرين الفرصه. دحين حنتقل معاكي لمحطاتك، يعني حكيني عن اهم محطاتك في رحلتك في عالم الفوتوغرافيا. اهم محطاتي طبعا اللي هو معرض اطياف الحرمين، اللي ان شاء الله باذن الله انا ما حتوقف. هي جاتني دعوه من هيئه الفجيره العام، وكملنا المسيره لدبي ولابو ظبي بدعوه من الملحقيه الثقافيه السعوديه. هو المعرض الشهود. خلود انت ما كنت معي لما استضفنا استاذه سوزان في هذه على موضوع القمر، او على موضوع هذا المؤتمر، وقالت لسه كنت حروح لسه ما تكلمنا عليه بالضبط. فانا ابغاكي الان تكلمينا عن التفاعل اللي لقيتيه من هذا المؤتمر بعد ما رحتي حضرتك. بصراحه كان جدا رائع، انه كلها حاجه دينيه، من بوابه مكه لحد صور مختلفه من الجو، من الهليكوبتر. انا هذه 10 سنه انا بصور من الهليكوبتر، فكانت حتى المفتتح كان في ولي العهد الفجيره مفتتح المعرض، فقال أول مرة أشوف بوابة مكة كأنها سجاد. فقلت له عشان أنت بتنزل من تحت البوابة، أنا أديتك الصورة من الجو. فالصورة الجوية تختلف تماما. الصور موجودة في الكتاب. أيوة موجودة، بوابة مكة موجودة، فتختلف الشاشة. تختلف كثير الصورة اللي من الجو عن الصور الأرضية. في صور كثير للحرم كانوا مستحيل يشوفوها بالمنظر ده، لأنه بتكون بتاخذ صورة من الأرض، بس لما تكون من الجو بيديك اختلاف شديد. حتى في تقنية أنك أنت تصور من الجو، هذا طبعا في فرق بين أنك أنت تصور من هذا وانت في مثلا 3000 قدم واهتزاز واشياء زي كده، يحتاج لها تقنية، يحتاج لها عدسات، يحتاج لها كيف انت توظف فتحة العدسة مع الشتر مع السرعة. يحتاج لها محترفة اسمها سوزان اسكندر. كيف؟ بس ما سمعت هذه؟ لا معنا. لا بالعكس، واحدة محترفة زي الله يسعدكم يا رب. بالعكس إن شاء الله يا رب أشوف كل واحدة. أنا من البنات اللي دربتهم في القصيم، اللي هي تقريبا 7 سنين بدي دورات في جمعية الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في القصيم. كل سنة ياخذوني 4 مرات. البنات متواصلين معايا، أي جديد، أي مسابقات، أي حاجة، هذا بيفرحني. صورت أسد قبل كده؟ صورت أثر أسد. أسد أيوه. انت ايش حكيت؟ عندنا عصفوره بتقول لنا كل شيء، انت عارفها كويس. الاسد هذا جد في اسد في عندنا، هو كان في جنوب افريقيا، كنت رحله في جنوب افريقيا، فلفتني نظر اسدين ونم واللبوه. لا في الغابه. فنحن كنا في السياره وهم اللي برا. ففجاه فكيت يعني الاثنين اللبوتين جالسين في بين النجيله، فكيت شباك السياره وطلعت فوق السقف وصرت اصور. طبعا هذا ممنوع. انت حالك اصلا عشان تطلعي لي رحله تصوير ولا كذا؟ ايوه، هو طبعا زوجي اللي دائما ياخذني في الرحلات الخارجيه للتصوير. زوجك بياخذك للاسود؟ عند الاسود. يمكن شكله يبغاني ياكلني الاسد، ما نجح فيا. طيب تفاجأ انه بعد ما خلصت الصوره نزلت، لقينا الونانات والاشياء هذه، وصاروا يجوا عندنا ويخاصموا زوجي والسائق، انك كيف انت سمحت لها. فانا اقول لهم ايش في؟ بكل برود يقول لي ايش في؟ انت شايفه اللي حوالينا؟ واضرب هنا الاقي الاسود صاروا حوالينا السياره. فهذه النقطه هي استاذه سوزان، يعني هذه مو اول مغامراتك، يعني انت معروفه ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني انت دائما تصويرك بتتحدي فيه اي شيء، بتطلع جبال هليكوبترز، يعني بتسوي ايش اكثر؟ اذا ما كان هذا الاسد، هذا الموقف، ايش اكثر المواقف اللي فعلا علقت في ذاكرتك؟ انا ما انسى طبعا قبل 12 سنه انا ما كنت خبيره تصوير رياضي، فبدات التصوير الرياضي من 12 سنه في الاردن في الراليات.
فطبعا اول مره اجي فما اعرف طريقه السير وايش يصير، ممكن سياره تيجي على ذا المكان. فوقفت على تله وبأصور، ما شفت غير احد الزملاء هو استاذ فايق ابو غزاله من المصورين الرائعين في الراليات في الاردن. ما شوف غير طبعا جاي يزيد الراشحي سعودي وبتحمس وبصور، شفته سحبني من هنا ورماني من فوق التله. طبعا لفيت راسي بقول له ليه فايق تسوي كده، يعني بخاصمه يعني تبغى تاخذ الصوره بس مني. لفيت كده ايوه لفيت، لقيت عجلات السياره في المكان اللي انا واقفه. هذه الخبره، انا ماني خبيره كندي، 12 قبل 12 سنه ما كنت خبيره مصوره راليات ولا ملاعب، كنت يعني لسه دوبي بعد الموقف. انا طاحت من الكرسي والله. بس انا يعني ابغى سؤال اخير قبل ما نختم استاذه سوزان. الدعم اكيد من كثير من الفتيات الان يعني متأهبين انهم يبغوا يدخلوا هذا العالم باحتراف، ايش الدعم المفروض يهيئ لهم؟ بصراحه الدعم لازم يكون من داخل بيت اول شيء، وبعدين من الوالد او الزوج او اي دعم حاجه، دعم مؤسسه الاسره، الاسره قبل كل شيء. بعد كده طبعا يجي دعم اللي المفروض انه هي تقوي الحاجه دي بالدورات صحيح. الموهبه حقتها. وشيء حلو انه نحن بدانا الحمد لله دحين في مركز تدريب هنا ان شاء الله باذن الله. بعد فتره حتسمعوا انه نحن صرنا صوره دوليه، ضميناها جروب انه نحن نطلق فيها كل شيء، مو بس الصوره الفوتوغرافيه، انتاج وتوزيع دعايه واعلان علاقات عامه، مركز تدريب، تنظيم معارض ومؤتمرات. هو جروب خاص ب يعني مجموعه الشركات ضميناها في مجموعه ايمج انترناشونال اللي هي الصوره الدوليه. هذا شيء رائع انه تجي بنتي تدرس دحين حاليا، ما تبي تروح تدرس في جامعه 4 سنين بس تصوير صح. فهي تحتاج لمدة شهر تأخذ شهادة إنها تلاقي نفسها صارت محترفة. صحيح أستاذة سوزان، إحنا نشكر تواجدك معنا دائما صحيح. دائما يعني مشرفانا في الـ مو بس في السعودية، في العالم كله من جد. نتمنى لك المزيد من التوفيق، وإن شاء الله في السنة الجديدة تكون يعني أكثر الـ إن شاء الله الإنجازات أكثر على الصعيد المهني والشخصي بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك مشاهدينا، احنا مكملين معكم سيدتي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. بعد الفاصل، طالبة تبتز معلمتها ثم تساومها على أسئلة الاختبار.